نعم لفوق يقطع سلام يا الله بلاتي لا تشرح سيرتك بلاتي انا اللي خطيني عليك على قدي السلام عليتي بسم الله الرحمن الرحيم منصف ملهوف مدير مركب الإدماج الاجتماعي زياتا هو مركز يأوي فئتين هي الفئة اللي مقيمين بفئة دائمة بصفة دائمة بالمركب وهما فئة المسنين والمسنات ما فوق 55 سنة وفئة الأطفال الأطفال في وضعية صعبة من 6 سنوات إلى 18 سنة بالنسبة للخدمات اللي كنقدموهم المركز هما خدمات الرعاية الاجتماعية العادية بالإضافة إلى خدمات التطبيب والمواكبة الاجتماعية والتربوية بالنسبة للفترة هذه ديال الحجر الصحي عندنا واحد إجراءات عملناهم صارمة طبعا بالموازاة مع الحكومة والتصريحات ديالها بالنسبة لهذا الحجر الصحي بالنسبة لهذه الفترة هذه احنا عملنا لهم الحجر دابا ابتداء من 20 مارس بدينا فتره الحجر الصحي بالنسبه للمؤطرين التربويين والمربيين ديال الاطفال وهذاك عندنا مقيمين هنا بصفه دائمه حتى هما ما كيخرجوش حتى هما عاملين لهم الحجر موازاه مع المستفيدين ديالنا وصافي بالنسبه للاجراءات ديال التعقيم بالنسبه للاطر الاداريه اللي كتنقل ضروري كنعمل ديك اجراءات التعقيم يعني اي واحد كيدخل كنعقمه هذاك وبالنسبه لاستقبال الحالات الجديده حاليا دابا ما كنستقبلوش عندنا الحمله الاستثنائيه الخاصه بهذا الوباء ديال كورونا هذوك بوحديتهم بالنسبه للفئه ديالنا دابا ما كنستقبلو حتى شي واحد يعني شادين عليهم وصافي وبالنسبه للمؤطرين ديالنا حنايا التعقيم كل يوم طبعا الصابون غسيل اليد ولي ماسك ولي غون وبالنسبه للبدله ديال التعقيم عندنا وعندنا المعقمين وعندنا كندوزو التعقيم كل نهار طبعا